اهلا بكم معانا من تاني، فكره جديده وفيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم بالف خير، واهلا بكل اللي بيتابعوني لاول مره على القناه. معاكم غاده. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعي هزين معاكم قلم على شكل اولادي. كنت زينته معاكم فيديو قبل كده على شكل بناتي، طلع معايا الاقلام بالشكل دوت. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف لو انتم حابين تزينوا اقلام للبنات. النهارده ان شاء الله هزين معاكم القلم للاولاد. فكل اللي هنحتاجه ورق فوم ساده، الاساسي معايا هيكون اللي هو اللون البيج بتاع لون البشره بتاع الولد، والطاقيه اي لون انتم حابين تنفذوا بيه، والشعر هيكون لون اصفر او بني. وهحتاج كور الفلين. كور الفلين زي ما قلت لكم بتتباع في المكتبات الكبيره شويه بتاعه بيع الاشغال اليدويه، في منها الحجم الصغير خالص وفي منها الحجم الكبير. لو انتم حابين تنفذوا فكره تزيين القلم دي كمشروع، لو انتم اصحاب مشاريع في مجال الاشغال اليدويه، هتجيبوا اللي هو كيس الكور الفلين. هتلاقوا الكيس اللي هو الحجم الصغير فيه حوالي 24 كوره ب 17 جنيه، والحجم الاكبر منها شويه هتلاقوا فيه 18 كوره برده بنفس السعر. هتلاقوها زي ما قلت لكم في المكتبات اللي هي بتاعه بيع الاشغال اليدويه. وهنحتاج مكوى ومسدس شمع. قصيت على ورق الفوم اللي هو البيج واللون الاصفر اللي هو بتاع شعر الولد، قصيت قطعتين صغيرين بالشكل دوت. بعد كده هجيب اي كوبايه او مج عندي وهبدا اثبت عليه الكوره من فوق، وهبدا اجيب الفوم البيج وهبدا اسخنه على المكوى. هنكون مسخنين المكوى على درجه حراره متوسطه، وهنبدا نحط ورق الفوم بالشكل ده. بعد كده بايدينا هنبدا نشد ورق الفوم على الكوره علشان ياخد معايا شكل الكوره، الشكل اللي هو المدور. وبلزق الشمع هنبدا نحط كده على اللي هي الجوانب المدوره عندي. بعد كده هنبدا نحطه كده على ايدينا اللي هي الكوره بورق الفوم، وهنبدا نضغط لحد اما لزق الشمع ينشف على الكوره بتاعه الفلين. بعد ما نشف لزق الشمع هنبدا نشيل الزياده دي من ورق الفوم. هيطلع معايا بالشكل ده. بعد كده هنبدا نحط الكوره تاني بنفس الطريقه، وهنبدا نسخن اللي هو الورق الفوم الاصفر اللي هو بتاع لون الشعر. تبداوا تسخنوه لحد ما تحسوا ان ورقه الفوم بقت طريه معاكم. بعد كده هنبدا نثبتها على الكوره بتاعه الفلين، وهنحط لزق شمع. بعد كده هنجيب شريطه رفيعه من ورق الفوم اللي هو اللون الاصفر، وهنبدا نغطي بيه الفتحات دي من ورق الفوم. الخطوه اللي بعد كده هجهز جزء الشعر بتاع الولد من قدام. هجيب ورقه بيضه ومسطره وهبدا احدد عليها العرض بتاع الشعر، اعملها بعرض حوالي 4 سنتي. بعد كده هنبدا نرسم بالشكل ده. وفي النص هنا هنبدا نعمل شكل الشعر من قدام. هنبدا نفرغها على ورق الفوم اللي هو اللون الاصفر. احط لزق شمع على الشريطه اللي احنا قصيناها. هثبت الشعر بالشكل ده. بعد كده هنبدا نرسم الملامح بتاعه الولد بالقلم اسود.
بعد كده هبدأ أرسم معاكم الباترون بتاع الطاقية. هجيب ورقة بيضة وهبدأ أرسم بيها معاكم مستطيل 1 سنتي ب10 سنتي وبالقلم هعمل كده جزء زيادة حوالي 1 سنتي. بعد كده هبدأ أقسم المستطيل ده ل2 سنتي، دي 1 2 3 4 5، وهبدأ أعمل حوالي 5 مثلثات الارتفاع بتاعهم حوالي 3 سنتي. يعني المستطيل ده هيبقى 10 سنتي في 1 سنتي، وهنقسم بعد كده ل2 سنتي، كل جزء هيبقى 2 سنتي، والمثلثات دي هتبقى بارتفاع حوالي 3 سنتي. بعد كده هنبدأ نقص الباترون ده على ورق الفوم. الباترون ده مناسب مع الكورة اللي هي قلت لكم بالحجم الصغير خالص، لكن لو الكورة بالحجم الكبير هتكبروا في حجم المثلثات دي، هتخلوها بدل ما هي 5 مثلثات هتخلوها 6 مثلثات لو انتوا هتعملوا الكورة بالحجم الكبير ده. بعد كده هنبدأ نثبت الطاقية. هنبدأ نحط على الجزء ده لزق شمع. وهنثبت الطرف اللي قدامه معاه، هنثبتها عليها بالشكل ده. وهنحط لزق شمع عليها. وهنبدأ نثبت كل طرف من المثلثات دي على بعض. اخر حاجة هتثبت الطرف الاخير ده. هجيب ورق فوم من نفس اللون وهبدأ احط عليه الطاقية، وهبدأ ارسم شكل الدايرة بتاعة الطاقية. وهقصها بالمقص. وهنحط لزق شمع على الطرف بتاع الطاقية. بعد كده هبدأ أثبته على الدايرة اللي أنا قصتها. وقصيت دايرة بالفوم اللي هو الذهبي، وهبدأ أثبتها على الطاقية من فوق. طلع معايا الطاقية بالشكل ده. هجيب الراس بتاعة الولد وهبدأ أحط لزق شمع على أطراف الطاقية من تحت، وهثبتها عليها بالشكل ده. واخر حاجة هنعملها هنبدأ نثبت القلم اللي هنزينه. لو انتوا هتزينوه بقلم الرصاص هتبدأوا تدخلوا قلم الرصاص في الفتحة دي من تحت. لو انتوا هتزينوه بقلم جاف هتبدأوا تجيبوا الغطاء بتاع القلم وتبدأوا تشيلوا الجزء ده من الغطاء بالشكل ده. بعد كده هتبدأوا تدخلوا القلم في الفتحة دي من تحت. بعد كده هبدأ اغطي الجزء ده بورق الفوم. هجيب قطعة صغيرة من ورق الفوم وهبدأ ألفها كده على الغطاء بتاع القلم. في الجزء ده قصيت دايرتين من ورق الفوم الذهبي، هبدأ أثبتهم هنا.
بعد كده الأطفال هيبدأوا يستخدموا القلم بالشكل ده، هيفتحوه هيبدأوا يكتبوا بيه، بعد كده هيبدأوا يقفلوا بنفس الطريقة بعد ما يخلصوا الكتابة بيه. ولو خلص القلم معاهم ممكن يغيروا القلم من تحت أو يغيروا أنبوبة القلم من جوه ويخلوا الغطا زي ما هو. وزي ما قلتلكوا لو حابين تزينوه بقلم رصاص هتبدأوا تدخلوا القلم بنفس الطريقة من فوق وتبدأوا تغلفوا ورق الفوم بنفس الفكرة دي. أتمنى أن يكون الفكرة عجبتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي فكرة جديدة إن شاء الله.